أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية، والبداية مع العناوين. توجيهات لضبط الأسواق ونسبة إشغال المنشآت السياحية تصل إلى 100% خلال عيد الأضحى المبارك. وصندوق النقد الدولي بين تحذيرات لمصاعب الإصلاح في لبنان واتفاق جديد مع باكستان. أهلا بكم. واجهت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حملة مكثفة باتجاه الأسواق والفعاليات التجارية بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك لمتابعة ضبط الأسعار لكافة المواد بشكل يومي. وفيما يتعلق بمستلزمات العيد، طلبت الوزارة التركيز على كل المستلزمات من خضار وفواكه ولحوم وغيرها، واستمرار التشدد بقمع المخالفات وسحب العينات من المواد المشتبه في مخالفتها للمواصفات من خلال دوريات نوعية، إلى جانب تجديد الرقابة على تداول الفواتير. إلى ذلك، عادت مخابز دمشق وريفها للإنتاج وتوزيع مخصصات مادة الخبز بدلاً من يوم الأربعاء للأسر، ويشمل توزيع الخبز 17 مخبزاً ضمن دمشق إضافة للمعتمدين، فيما يستمر إنتاج مادة الخبز في ريف دمشق عبر 39 مخبزاً. في سياق منفصل، قاربت نسبة الإشغال في المنشآت السياحية 100% على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار المبيت. المهندس بسام عباس مدير السياحة بطرطوس ذكر لصحف محلية أن الموسم السياحي الحالي سيكون بحسب المؤشرات مميزا، حيث سيشهد العديد من الفعاليات والأنشطة التي سيتم تنظيمها، وتعمل اللجان المنظمة حاليا بالتحضير لافتتاح مهرجان صيف لدراكيش 2023، إضافة لمجموعة من المشاريع التي ستدخل في الاستثمار في الفترات القادمة. إلى ذلك، وضعت شركة جبلة للغزل خطة لتطوير العمالة بسهولة التعاطي مع التكنولوجيا الحديثة للآلات ورفع نسبة الإنتاج ومردودية الآلات الإنتاجية والأعطال الفنية. هذا وبلغت كمية الإنتاج منذ بداية العام حتى نهاية أيار الماضي 227 طنا من الغزول القطنية بقيمة تجاوزت 4 مليارات ليرة، فيما بلغت كمية المبيعات 192 طنا بقيمة تقارب 4 مليارات ليرة. كما اتجهت الشركة لتحسين جودة المنتج، حيث تم إنتاج نمرة جديدة بمواصفات عالية. إقليمياً، قال صندوق النقد الدولي إن تأخير الإصلاحات في لبنان أدى إلى انخفاض ودائع العملات الأجنبية التي يمكن استردادها في نهاية المطاف عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي إلى 10 مليارات دولار، مضيفاً أنه بدون إصلاحات قد يصل الدين العام إلى 547% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027. من جهة ثانية، حصلت باكستان على موافقة مبدئية من صندوق النقد لبرنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار، ما يقلل من مخاطر التخلف عن سداد الديون السيادية ويساهم في ارتفاع سندات البلاد الدولارية. ويعتبر القرض أمرا حيويا لمساعدة الدولة على سداد 23 مليار دولار من مدفوعات الديون الخارجية للسنة المالية التي تبدأ في تموز يوليو. في سياق آخر، صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي بأنه لا توجد أسباب تدفع روسيا للموافقة على تمديد اتفاق الحبوب الذي تقوم في إطاره أوكرانيا بتصدير حبوبها. لا أعتقد أن الأشخاص الذين يتطلعون لتمديد مبادرة البحر الأسود يمتلكون حججا لفعل ذلك. لقد أصبحت المبادرة منذ فترة طويلة تجارية. قدمنا معلومات أكثر من مرة بشأن تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى الدول الغنية وليس الفقيرة. لقد نقلوا 32 مليون طن من الحبوب الأوكرانية، منها الذرة والقمح والزيت، إلى الاتحاد الأوروبي. من هذه الحمولات حصل الاتحاد الأوروبي على 40%، فيما حصلت الدول الفقيرة ما لا يزيد عن 2.5% من هذه الحبوب. إن صادرات روسيا من الحبوب ستكون هذا العام أكثر من 50 مليون طن. لذلك فإن شركاؤنا
لن يعانوا من أزمة في المواد الغذائية. في مدينة تشانغشا الصينية انطلق المعرض الاقتصادي والتجاري الصيني الإفريقي بمشاركة ممثلين من 53 دولة إفريقية، ويهدف المعرض الذي يستمر 4 أيام للترحيب بالمزيد من المنتجات التي تحمل شعار صنع في إفريقيا في الصين وتعزيز الروابط بين الجانبين في مجال الأعمال التجارية. المعرض يعكس بشكل كامل حيوية التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأفريقيا والتطلع إلى تعميق التعاون بين الصين وأفريقيا من أجل الحزام والطريق من أجل كتابة فصل جديد من التنمية عالية الجودة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. ختاما، تعتزم شركتان روسية وصينية استثمار أكثر من 1.4 مليار دولار في صناعة الليثيوم في بوليفيا، إحدى الدول التي تمتلك أكبر احتياطات من المعدن المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية. وقال الرئيس البوليفي لويس أرسي في حدث عام إن ستيك جوان الصينية ومجموعة يورانيوم وان الروسية اللتين تمتلك الدولة حصة كبيرة فيهما ستشتركان مع شركة واي ال بي المملوكة للدولة البوليفية لبناء مصنعين لمعالجة كربونات الليثيوم، وكثيرا ما يوصف الليثيوم بأنه الذهب الأبيض لثورة الطاقة النظيفة، وهو مكون يستعمل في صنع الهواتف المحمولة وبطاريات السيارات الكهربائية. ختام الاقتصادية، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.